علي معلول علي معلول عمل عملية وتر أكيلس والمعلومة اللي عندنا إن فترة غياب علي معلول عن النادي الأهلي هتتراوح ما بعد العملية يعني عرفوا ما بعد العملية من أربع لست شهور من أربع لست شهور للتعافي من جراحة القطع الجزئي بوتر أكيلس عمل عملية النهارده الحمد لله العمليه نجحت المده بقى هتطول ولا هتقل ده بحسب استجابه اللاعب ان شاء الله وبعد كده يبقى في فتره تاهيل ولسه ما اتحسمش اذا كان هيعمل التاهيل بره مصر ولا في مصر وكنت قلت لكم امبارح ان الكابتن محمود الخطيب اوصى بفكره انه يتم تسهيل كل الامور الخاصه بعلاج علي معلول سواء في مصر او خارج مصر تاهيله في مصر او خارج مصر الفتره القادمه ان شاء الله موقف محترم معتاد من النادي الاهلي